هنتكلم النهارده على الرول اوف نيبولايزد اي سي اس ان اسما مانجمنت، سواء في الاكيوت ستيج او الرول ان ذا بوست ديسشارج بيريود. This is a symposium sponsored by AstraZeneca with no conflict of interest. I've revised all the material myself. كلنا عارفين ان الأزمة ليها international burden مش طبيعي، في increasing incidence in so many cases. 300 million individuals are affected. والأرقام اللي بتتكلم على الكوست أوف أزمة حقيقي أرقام أكثر رعباً من البرتسس. الديفلوبد إيكونوميز 1-2% من التوتال هيلث كير إكسبندتشر بيروح للأزمة، والبورلي كنترول ذا أزمة إز مور إكسبنسيف ذان كنترولينج ذا أزمة itself. يعني ما حدش يستغلى علاج الأزمة، لأن البورلي كنترول ذا أزمة دايركت أند اندايركت كوست هي أغلى من إن إحنا نعمل كنترول. مصر في المنطقة الصفرة، والصفرة تقريبا 49% من البوبوليشن ار ات ريسك، بس سوري 5% ار ات ريسك اوف اسما. انا اعتقد ان الموضوع اكبر من كده، بس برضو اندر ريبورتنج زي ما دكتوره ايمان قالت. دي المحاور اللي هتكلم عنها سريعا. هنبقى بنريفير للجينا guidelines 2021، وهنشوف ايه الجديد في الجينا guidelines 2021. الاسما باثولوجي كلنا عارفين ان هي chronic airway inflammation with reversibility and hyper responsiveness. لو بصينا على الميكروسكوبي هنجد انه في thickening في الابيثيليوم، narrowing للليومن، thickening في المصل layer، extensive inflammatory cell infiltration. وده حقيقة بيعمل airway remodeling على المدى الطويل. يعني ايه airway remodeling؟ يعني decreased responsiveness to treatment، يعني persistent thickening في الابيثيليوم وفي المصل layer. وهنا مسج بسيطة بقولها للأمهات، ان احنا بنعالج الدور ده كويس عشان نمنع الدور الجاي، وعشان لو جه يجي خفيف، ولما يجي خفيف يستجيب للعلاج أفضل. فإحنا في كل دور بنتكلم على الدور اللي بعده علشان حتة الإيرواي ريمودلينج. دي بوست مورتم سبيسمن من أدلت دايت ديورينج أن أسما أتاك، واليومن إز أولموست أوكلودد تماماً، والميكروسكوبيك بيكتشر فيها اكستنسيف انفلاماتوري سيل انفلتريشن. سو اسما از ان انفلاميشن، از نوت برونكوسبازم، از نوت ويزنج، ات از ان اير واي انفلاميشن. ايه الجولز اوف مانجمنت؟ وهنتكلم على الجينا 2021. بيتكلموا على ان احنا ناتشيف سيمتوم كنترول وريديوس ذا فيوتشر ريسك. ازاي هنعرف السيمتوم كنترول؟ بالريليفر يوز، الفريكوانسي اوف ريليفر يوز، واللنج فانكشن لو كانت متاحه. بنقلل الفيوتشر ريسك ديفلوبد باي النمبر اوف اكسسربيشن والنمبر اوف ميديكيشن. كم مره الولد ده زار الامرجنسي روم مهم، كم مره استخدم البلو ريليفر مهم، كم مره خد النيبولايزر اللي هو قاعد ياخده طول الوقت في البيت. 2020 ده كلام مهم. احنا بنتكلم على الاطفال من 6-11 سنة، دي الجينا 2020. لو بصينا على البوكس بتاع ستيب 1، ستيب 1 اللي هي symptoms less than twice a month اللي هو كتير جدا، هنلاقي ان هم ما حطوش حاجة في ستيب 1 في الايدج جروب اللي هي من 6-11 سنة. يعني الطفل بياخد ريليفر وخلاص، شورت اكتنج بيتا اجونست. مبروك يا ام فوزي، فوزي بقى كويس، روح يا فوزي، ما عندناش مشكله.
لما نيجي نبص بعدها بسنة واحدة نلاقي إن اللودوز آي سي إس بدأ يظهر في هذا المربع تيكن ونيفر شورت أكتنج بيتا أجونست آر تيكن. دي مسج بتقول إنه لو اديت سالبيوتامول أنت بتدي معاه لودوز إنهيلد كورتيكو استيرويدز. لودوز إنهيلد كورتيكو استيرويدز ولا سيستميك؟ هنشوف دلوقتي حتة فارماكولوجي ونشوف هتفرق ولا لأ. طبعا ستيب 2 السيمتومز ار مور سيفير، خلاص بقى الديلي لو دوز انهيلد كورتيكوستيرويدز موجود ريجولارلي، والمونتيلوكاست اللي كوتراين ريسبتور انتاجونست اتحط في السطر التحتاني اللي هو تحت الاذر كنترولر اوبشنز. اللي منكم قديم بقى شويه زي حالك يعني كلكم اساتذتنا طبعا من 2016 كان الاي سي اس هو اللي محطوط في الاذر اوبشنز. فهنا ده مسج مهم انه الجينا بتقول تو بريفنت اكسسربيشن اند كنترول سيمتومز في ستيب 1 اللي هي اول ستيب لو دوز استيرويدز ار تيكن ونيفر شورت اكتنج بيتا اجونست ار تيكن. ايه هو المقصود باللو دوز استيرويدز؟ هي الجرعات اللي مكتوبه امام حضراتكم، سواء هاخدها من البيكلوميتازون، من البيدوزينايد، من الفلوتيكازون، من اي حاجه. دول الديفينيشن اوف لو دوز كورتيكو استيرويدز. اللو والميديوم والهاي التوتال ديلي دوز من كل واحد من الانهيلد كورتيكو استيرويدز. عايز ارجع للسلايد دي تاني ونشوف الايدج اوف لايسنسنج، لان هنا السلايد دي بتقول لنا الايدج اوف لايسنسنج. البيكلوميتازون اباف 5 ييرز، البيدوزينايد من اول سنه، الفلوتيكازون 4 سنين، الموميتازون فيورويت 4 سنين. دول اكتر حاجات موجودة في الماركت. ده تاني ال FDA approval للديفرنت انهيلد كورتيكوستيرويدز. النيبولايزيشن سسبنشن بتاع البيودوزينايد هو اول واحد اللي بيبدأ عند سنة، عند 4 سنين حاجات كتير بتبتدي تخش في الـ FDA approval. مش هنقف كتير عند الباثولوجي. الـ ICS بيشتغل ازاي؟ وليه استعمل nebulized steroid in asthma؟ ده حقيقي لازم هيرجعنا للستادي اللي هي الكامب ترايل، اللي هي الـ Childhood Asthma Management Program Study. حوالي 1050 تشايلد من 5 لـ 12 سنه مايلد تو مودريت اسما، اتقسموا تقريبا 3 أجزاء متساويين. تلت خد بيدوزينايد 200 ملي جرام بالتربو هيلر والنيدوكروميل، الناس اللي قدام فاكرين النيدوكروميل، و 418 العدد الاكبر خد بلاسيبو. وفولو اب فور 4 تو 6 ييرز، فتره محترمه جدا، والناس كانت بياخدوا الالبوترول اللي هو اشورت اكتنج بيتا اجونست فور ريسكيو از نيدد. مجموعه البيوديزينايد لما بصوا على السيستميك استيرويد كورس لكل 100 بيرسون في السنه، كان البيوديزينايد اقل من النيدوكروميل ومن البلاسيبو. لما شافوا الامرجنسي روم فيزيتس لكل 100 بيرسون بالسنه، كان مازال البيودوزينايد هو اللي اقل ويز ستاتستيكال سيجنيفيكانس. لما بصوا على الهوسبيتاليزيشن، احنا ماشيين 4 تو 6 ييرز مع 1000 وشويه طفل، كان برضو في ستاتستيكالي سيجنيفيكانت ريدكشن في الريت اوف هوسبيتاليزيشن في البيودوزينايد جروب. ده حاجة اسمها الميتاكولين تشالنج تيست، ودي جرعة الميتاكولين اللي انت محتاجها علشان تقلل الـ FEV1 بدرجة معينة.
احنا الميتاكولين بيعمل برونكوسبازم. فلو انت هايبر ريسبونسيف لو شممتك ميتاكولين هيجرى لك ايه؟ سبازم. فالاف اي في 1 هيقل. فكل ما تقدر تستحمل ميتاكولين اكتر كل ما انت الهايبر ريسبونسيفنس بتاعتك اقل، صح كده؟ البيوديزينايد، المجموعة البيوديزينايد كانت الخط البني ده شوية اللي هم استحملوا درجات كبيرة أو جرعات كبيرة من الميتاكولين علشان يحصل لهم ريدكشن في الـ FEV1 بتاعهم. يعني نخرج من الكامب ستادي إنه استعمال النيبولايزد بيوديزينايد كان في ليس سيستميك ستيرويدز، عدد البريدنيزولون كورسز كان اقل، ليس ايمرجنسي روم فيزيتس، ليس هوسبيتاليزيشن فيزيتس، اند ليس اير واي هايبر ريسبونسيفنس اون ميتاكولين تشالنج. طب وان بتاع اللي احنا بنحطه على وش الطفل ده، يعني احنا بنيبولايز فين؟ احنا بنيبولايز بنعمل شويه عفره كده على الوش، هل العفره دي بتدخل الالفيولاي؟ الكي مسج هنا حقيقة خصوصا للشباب اللي شغالين emergency room ان الطفل اللي عنده شالو breathing ما تعملوش nebulization، حرام عليك. ليه؟ لان هو nebulized particles على وشه، وهو لو بيتنفس كده مفيش tidal volume علشان يسحب، لابد ان ال respiratory effort يكون عافي، تمام؟ فاحنا بنبص على ايه في الاي سي اس؟ بنبص على كم في المية منه بيحصل له لانج ديبوزيشن، كم في المية منه بيقعد يبقى بالموناري ريزيدنت، كم في المية منه بيبقى بايو افيلابل ويخش سيستميك سيركيوليشن، ولو دخل السيستميك سيركيوليشن هيحصل له كليرنس ولا لا، وهيحصل له بلازما بروتين بايندنج ولا لا، وايه هو الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه، هل شويه الاستيرويد اللي هيدخله من اللانج على السيركيوليشن هيملوا لي البلاد كله ولا ايه القصه. ده الريسبيراتوري تري، وده البارتيكل سايز اوف ديفرنت اي سي اس ميديكيشن، وكل بارتيكل سايز بيوصل فين في الريسبيراتوري تري. في البرونكيال ازما الباثولوجي فين؟ في التيرمينال برونكيولز تقريبا، في الحته دي عايزين نوصل في البرونكيولز والتيرمينال برونكيولز في الحته دي. فاللي بيوصل في الالفيولار ساكس راح بعيد قوي، اللي وقف في التراكيه وقف بدري قوي. وخلي بالنا دايما في البارتيكل سايز ان في حاجه مهمه جدا، انا لو جيت احاول ارمي ده على حضراتكم مش هعرف. لو جيت خدت حته ورقه صغيره جدا ومهما اديتها من فورس هتقع قدامي، انما لو حاولت ارمي ده هيوصل. ففي كريتيكال سايز اوف بارتيكل، مش شطاره ان انت تبقى صغير، لازم يكون في كريتيكال ماس تو ترافل ذا ديستانس. فلو جينا نبص هنلاقي حته البرونكيولز والتيرمينال اير وايز هم دول البارتيكل سايز الابروبريت. عشان نبقى براكتيكال برضو وبعيد عن ان ده اندستري سيمبوزيوم، لما تيجي تشتري لمستشفيتك او لعيادتك نيبولايزر دور على البارتيكل سايز اللي طالع من النيبولايزر. في نيبولايزر ب 300 جنيه وفي نيبولايزر ب 30,000، الفرق في حاجات كتير منها البارتيكل سايز. اختار البارتيكل سايز اللي هو حوالي 4 الى 5 مايكرون، هو ده الحجم اللي بيوصل للتارجت اريا. ده اللانج ديبوزيشن بالجاما كاميرا، راديو اكتف انهيلد ميديكيشن على الرابيد نيبولايزيشن وعلى السلو نيبولايزيشن. شايف الرابيد نيبولايزيشن انهي فيهم وصل اكتر؟ السلو. فمش شطاره برضو ان انا اقوم فاتح النيبولايزر على اخره على الماكسيمم فلو والعفره لطيفه جدا، لانه مش ده اللي هيعمل لي افضل لانج ديبوزيشن. مش هتكلم كتير على البالموناري ريزيدنسي، انما اللايبو فيليسيتي مطلوبه علشان ما يبقاش ووتر سوليبل وعلشان ما يبقاش ابزوربد. الجزء اللي هيابزورب
ده جزء خطر ويستحسن ان هو يبقى ليه هاي فيرست باس ميتابوليزم في الليفر، يعني لما يعدي على الليفر الليفر ايه تخلصه، علشان السيستميك افيلابيليتي بتاعته دي شيء احنا مش عايزينه. عشان كده الكليرانس ريت بتاع الانهيلد ستيرويدز مهم جدا. كل ما كان الكليرانس اسرع كل ما قللت السيستميك سايد افكت. كام واحد هنا اهوت بن ايه بن كلير منه قد ايه؟ البيكلوميتازون 120 لتر بير اور، البيوديزونايد 84 لتر، الفلوتيكازون 69 وهكذا. البلازما بروتين بايندينج فكركم يبقى حلو ولا وحش؟ حلو، لان هو هيمنع الجزء الابزوربد من ان يبقى ليه فري فراكشن عالي يعمل سيستميك سايد افكت. الفوليوم اوف ديستريبيوشن لو عالي كويس ولا لو قليل؟ انجوريوس ماتيريال فاوند اتس واي تو ذا سيستميك سيركيوليشن، يستحسن ان هي تبقى وايدلي ديستريبيوتد ولا نلم؟ لا نلم بقى، يعني عايزين فوليوم اوف ديستريبيوشن يكون قليل يكون افضل، والا السيستميك سايد افكتس هتبقى على الديفرنت اورجانز. اقل فوليوم اوف ديستريبيوشن في الكومنلي يوزد انهيلد ستيرويدز هو البيوديزينايد، يلي الفلوتيكازون، يلي البيكلوميتازون، واقلهم في الحته دي هو السايكلوزونايد. بعد الفارماكولوجي احنا عندنا الانهيلد ستيرويدز بتشتغل بجينوميك افكت اللي هو الانتي انفلاماتوري افكت، ان هي تدخل ويحصل لها انترنالايزيشن من عن طريق الجلوكوكورتيكويد ريسبتورز وتاثر على الدي ان اي سينثيسيس وتعمل انتي انفلاماتوري اكشن. دي بتاخد لها شويه ساعات حلوين من 6 ل 12 ساعه. طب بس احنا بنقول استعملها في الاكيوت، بستعملها في الاكيوت ليه؟ لانها ليها نون جينوميك افكت عن طريق ان هي بتبقى ميمبرين باوند، من على الميمبرين من بره، مش محتاجه تاثر على البروتين سينثيسيس. بتعمل جينيريشن للسايكليك اي ام بي بروتين او البروتين كاينيز، وده بيدينا ماسل ريلاكسنج افكت. مش عايز اقف كتير. دي سلايد لطيفه جدا بس هقولها من غير ما اشرحها. احنا عندنا مين الميجور اندوجينوس برونكودايليتور؟ الكاتيكولامينز. الانهيلد ستيرويدز بتبريزيرف الكاتيكولامينز من الميتابوليزم عن طريق الري ابتيك بتاعها. خليها كده واللي عايز يستفسر عنها نتكلم فيها. ده another trial قديمة شوية very classical. عيانين اللي عندهم البيك اكسبيراتوري فلوريت بتاعهم قليل، عندهم برونكوس بازم، خدوا 3 نيبولايزد سالبيوتامول دوزس مع ميثايل بريد، وعملوا جروب واحد زودوا معاهم بيوديزينايد، والجروب 2 زودوا معاهم بلاسيبو، ورجعوا تاني شافوا البيك اكسبيراتوري فلوريت، يعني اللي هي ايه بحث مدرسه يعني. ده البي اي اس مش هقف عنده. لقوا مجموعه البيوديزينايد الانكريس في البيك اكسبيراتوري فلوريت بتاعها ماتش ماتش هاير ذان مجموعه البلاسيبو. خلي بالك ان كله واخد الميثايل بريد وكله واخد الشورت اكتنج بيتا اجونست. السلايد دي مهمه جدا. دي بتقارن البيوديزينايد باي نيم ان ديفرنت دوزز 100 و400 و1600 في الكيرف بتاعه اوفر تايم مع السيستميك ستيرويد البريدنيزولون اللي هو بالخط الاحمر. فاحنا كونفيدنتلي نقدر نقول ان الهاي دوز نيبيولايزد بيوديزينايد علاقتها ازاي مع السيستميك ستيرويد؟ اولموست هاند ان هاند.
طيب ادي نيبولايزيشن ولا ادي سبيسر علشان برضو ما نبقاش بايست ونبقى بنقول علم في وقت الكوفيد النيبولايزيشن مش مستحب خصوصا في الهوسبيتال انفايرومنت لان في ريسك اوف سبريدنج الانفكشن بس لو احنا بنتكلم على الهوم هيبقى احنا الفيديوهات راحت فين احنا ده البرزنتيشن ما عملناش فيه حاجه الفيديوهات جوه طب اوكي فاحنا لما نيجي نقارن النيبولايزيشن بالميتر دوز انهيلر الميتر دوز انهيلر عنده ميزه ان هو بورتابل بس النيبولايزيشن easier compatible مع more drugs can be used with oxygen طبعا لو الحاله سيفير وallows higher dose ما هوش fixed dose زي الميتر دوز انهيلر ده فيديو on how to use the meter dose inhaler بس برضو يعني for the sake of time مش هشوفه كله shaking والبريس مع deep breath ولو احتاجت جرعة تانية بتشيك تاني لان البارتكلز جوه الكانسترز بتبرسيبيتيت لو عايزة تستعملها بالسبيسر she's an older child فبتقدر تاخد بالماوث بيس مباشرة هي بخت جوه السبيسر وبتتنفس عادي جدا at ease من السبيسر لو younger age بدل ما هتعمل دايركت على الماوث بيس هتركب الماسك ولازم اختار الماسك يكون covering النوز اند وهو هنا بيورينا ازاي نستعمل الماسك اتكلمنا عن لانج ديبوزيشن انا مش عارف الولد ده ابوه بيشتغل ايه بالظبط بس هو من يعني اشد المتحمسين ما اعرفش بيشتغل ايه اطلقوا الخيال يعني شوفوا بيشتغل ايه بس ده نيبولايزر شغال والفيبر طالع والولد متحمس ليه جدا that's not the right way to use a nebulizer لان انت لو حطيته جوه الماوث بيديبوزيت بيبريسيبيتيت في البكال كافيتي بس هو من اكتر الاطفال اللي شفتهم متحمسين للنيبولايزيشن الايه هو فهمه غلط بالظبط does it work يبقى هو سهل وسيف وزيه زي السيستميك استيرويد بس هل هو بيورك دي another trial قالت انه مع البيوديزونايد في 53% lower risk of recurrence 62% ريسك في الاقل من الفور ييرز ومن الخمسه لثمانيه 52 والاولانيه دي كانت فور اول ايج جروب فكان بيقلل النيبولايزيشن فرصه الريكرنس بعد 30 دايز بيريود افتر ذا اكسسربيشن كانت مع النيبولايزد بيوديزينايد هي اقل حاجه وكانت 45% لور ريسك مش هنعرض كل حاجه بس الارتكل دي منشوره في 2017 والكونكلوجن بتاعها في التايتل بيقول هاي دوز نيبولايزد بيوديزينايد از افكتيف فور مايلد اسما اكسسربيشنز السيستميك استيرويدز والانهيلد استيرويدز ويل ذا انهيلد استيرويدز سبريس الاندوجينوس استيرويدز ولا لا الاجابه موست اوف ذا تايم لا السيرم كورتيزول ات ري اكزامينيشن كان اولموست كومبيرابل بس في الاطفال اللي اقل من 3 سنين بيبقى فيه فرق دي الدوزس بتاعت البالمي كورت اللي من حضراتكم يعني عايز يصورها مش هنقرأها كلها it comes in two concentrations والفورمز بتاعته بتعمل confusion عند الشباب لان هما في حاجة مطلق عليها 250 مايكروجرام وفي حاجة اسمها 500 ارجع تاني
في حاجة اسمها 250 مايكروغرام وفي حاجة اسمها 500 مايكروغرام، إنما 250 في 500 وال 500 في 1000، لأنه الكلمة اللي متسمي بيها دي بتاعت ال 1 ملليلتر والدوز الواحدة is 2 ملليلتر. يعني بص هتلاقي على نفس الحاجة مكتوب ربع ملليجرام برملي اللي هي 250 مايكروغرام، وعلى نفس الحاجة فوق مكتوب ايه؟ نص ملليجرام. النص اللي فوق ده بتاع الاتنين ملي واللي تحت بتاع الواحد ملي، فخلي بالك في البريسكريبشن احنا بنكتب هرجع تاني اقول ان اللو دوز اي سي اس ظهر في الجينة 2021. My take home message ان النبولايزد بيوديزينايد is safe, effective, easy to administer. It is used effectively in the acute setting حسب الجينة 2021 whenever the short acting beta agonist is integrated، بالإضافة طبعا إلى دوره كcontroller. 30 ثانية على الكوفيد اند اسما، عشان ما ينفعش ان احنا نبقى في 2021 وما نتكلمش على الكوفيد وعلاقته بالاسما. الناس الاسماتكس عرضة ان هم يجي لهم كوفيد اكتر او لا؟ عموما الاسماتكس عرضة ان هم يجي لهم كوفيد اكتر. طب ناخد ايدين كده الا. طب اللا لا is the right answer. They are not at risk. عند حضرتك حق يا دكتور مصطفى. هل هم at increased risk of mortality لو جالهم؟ يغلب على الظن كده انه بس حقيقي كل الترايلز اللي اتعملت بتقول ال only subset of patients اللي عندهم increased risk of mortality اللي لسه مخلص dose of oral corticosteroids. فانت لو عايز تقلل المورتاليتي بتاعته شوف whatever هو محتاج ايه عشان ما ياخدش oral كورتيكو استيرويدز. هل الأسما زادت في during الكوفيد بانديميك؟ لا is the answer. وأكشلي الناس مستغربة إن كل الريسبيراتوري انفكشنز قلت، ربما عشان الهيجين والديستانسينج. بس راجعة تاني مع إن الناس إيه بتتساهل. يعني إحنا 2020 البرونكولايتس ما كانتش مدمرة الدنيا. هل الـ ICS protective في الـ COVID-19 single trial اللي قالت وإن a very specific subset of patients اللي هم above the age of 50؟ فبرضو ما فيش حاجة بتقول إن الـ ICS هتقلل المورتاليتي لو حد جاله COVID. بقى أمور سيفير. تمام. هي القصة كلها دكتور مصطفى انه are you controlled or not. لو انت مش controlled وخدت OCS بقى حالتك وضع مختلف. يعني thank you very much وسوري اذا كنت طولت. Thank you Professor محمد عطية for tackling this very important topic. هي قصة الامس واليوم وبكرة الـ ICS في الـ acute severe.